مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. احنا موجودين النهارده في المقطم او جبل المقطم، والحقيقه انه ليه قصص كتير وليه حكايات وليه معجزات كتير. المكان نفسه رائع، اهله رائعين، يعني المكان نفسه عباره عن مغاره، واتعمل حوالين المغاره مكان كبير جدا اللي هو دير الانبا سمعان الخراز. والانبا سمعان الخراز ليه قصه، وقصه كبيره جدا، وقصه كلها معجزات. الحقيقه هنعرف النهارده في الحلقه، هنعرف تفاصيلها، هنعرف كمان الرياضه اللي موجوده في الدير، والشباب اللي بيجي من كل مكان في مصر، الاجانب اللي بيجوا يزوروا المكان عشان يشوفوا قد ايه الروحانيات وقد ايه المكان المقدس اللي فيه معجزات كتير، عشان يلعبوا رياضه زي الزيب لاينر او الثلاثه ليفل بيبتدوا يركبوا فيها ويعني يتحركوا من مكان لمكان زي السوسته كده. فالنهارده هننبسط جدا، هنعرف معلومات كتيره عن المكان، ازاي ممكن يطوروه اكتر كمان، او الدوله تتدخل عشان تطوره وتخليه مكان احسن، يبقى مفتوح كمان للزيارات السياحيه. خليكم معانا وحلقه هتعجبكم اكيد. معانا القوم سمعان ابراهيم، كاهن دير ابونا سمعان. يا اهلا وسهلا. اهلا بك، اهلا وسهلا، صباح الخير. يعني احنا اولا لقينا شويه في السكك عشان ندخل، بس حقيقي قبل ما نتكلم على اي حاجه خالص، اهل المنطقه هنا حلوين قوي، يعني رغم المنطقه عايزه اهتمام وعايزه ان الدوله تبص لها بنظره مختلفه، لكن الحقيقه اهلهم اهل المنطقه حلوين قوي. فقول لي، ده جيل بيورث جيل للاخلاق دي؟ بالتأكيد طبعا، هم بيرحبوا أي زائر جاي، ومتفاهمين ومحبين وكل شيء. طيب ما نتكلم بقى عن الدير، لأن الدير ده يعني أولا قصة كبيرة جدا. الدير ده مش بس يهم المسيحيين والأقباط، هو كمان يهم مصر كلها لأنه تاريخ. فالأول احكي لنا كده من سنة 74، نحكي كده الحكاية إزاي ابتدى بنا الدير. لا، هو الدير ما اتبناش، هو الدير موجود كما هو، مغارات زي ما انتوا شايفين. المباني اتعملت دي مباني كافتيريا، مبيت، مش عارف، انما كله هو عبارة عن محفور في الجبل. المغارات، مغارات محفور. احنا سمعنا انه، طب احكي لنا كده البداية. اولا ابونا سمعان او سمعان الخراز حكايته ايه بالظبط، وازاي الدير كله اتسمى باسمه؟ سمى باسم قديس سمعان الخراز لأن في سبب، إن ده جبل المقطم اللي اتنقل، ومسمينه المقطم لأنه تقطم 3 مرات في نقله، 3 مرات. بدايتها إن كان المعز لله الفاطمي، رئيس الدولة الفاطمية في هذا الوقت، سنة 979 ميلادية، وكان مولع بالشعر والبلاغة والمناظرات، فكان عنده واحد يهودي اسمه يعقوب بن كلس، فسأله، قال للبابا تحب تحت تناظر يعقوب بن كلس ده؟ فقدس البابا حدد ميعاد مع المعز وتقابله، وكان مع البابا الأنبا ساويرس بن مقفع مساعد بتاعه، فقعدوا في الجلسة، وبعدين قال له اتفضل يا قدس البابا، قال له اللي هيتكلم الأنبا ساويرس، فقال له اتفضل يا أنبا ساويرس، قال له هيزعل يعقوب، هيزعل قوي لو اتكلمنا، قال له مفيش زعل، احنا في حريه لكل واحد يقول له عايزه قدامي. المهم باختصار يعني، فقال له فيه، طبعا يعقوب ده يهودي،
قال له في أشعياء النبي إصحاح 1:3: الصور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل شعبي لا يفهم لا يعرف. قال له إيه الكلام ده عندك يعقوب؟ قال له أيوه مولانا. قال له يا أخي إذا كان الصور والطور ده مش فاتضايق قوي، وابتدى يفكر ازاي ينتقم المسيحيين اليهودي ده. فبعد ما خلص الاعداء ومشوا، قعد يدور في الكتاب المقدس لحد ما لقى في انجيل متى اصحاح 17 عدد 20: ان كان لك ايمان مثل حبه خردل تقول لهذا الجبل انتقل فينتقل. لو قلت له انتقل فينتقل. لو كان له ايمان. ده لو عنده ايمان. لو عنده ايمان. كويس. ففرح قوي ان لقى في كتاب مقدس الكلام ده في انجيل معمنا متى اصحاح 17 عدد 20. قال طيب ما يعني عايزين بدل من نبني في القاهرة، كان وقتها القاهرة يعني هي وسط البلد كده يعني الدولة الفاطمية والقلعة والنصر القديمة، بدل ما ناخد أرض زراعية طمن قلنا الجبل. راح للمعز قال له يا جلالة المعز احنا في آية عند الجماعة المسيحيين بتقول إن كان لك إيمان مثل حبة خردل الجبل فانتقل. ما إن قلنا الجبل ونعمل مكانه القاهرة. يتحدى يعني، نوع من التحدي وخلاص. ما هو طبعا الكلام موجود. شوف بقى ده. فمعز طبعا بعت لقداسة البابا، بابا أبرام، وقال له قداسة البابا أنتوا عندكم آية في أعمال في سفر في إنجيل متى صح 27 عدد 17 تقول إن كان لك إيمان مثل حبة خردل تقول الجبل انتقل فينتقل. قال له أيوه مظبوط. قال له الكلام ده يعني ثابت؟ قال له السماء تزول والأرض تزول وحرف أو نقطة من كلام الله لا يزول. قال له طيب خلاص إذا كان كده إن الجبل. فقال له اديني فرصه 3 ايام. كويس. وفعلا البابا اصدر قرار باباوي بالصوم والصلاه 3 ايام لكل الشعب المسيحي. وهو كان رئاسه الكنيسه، كنيسه العذراء المعلقه في مصر القديمه، راح دخل فيها وقفل على نفسه وقعد يصلي 3 ايام. فات اليوم الاولاني والتاني والتالت وخلاص النهار قرب يطلع. فقال له يا رب بقى شوف لنا حل، يعني انت عارف شعبك والموضوع محتاج ايدك، محتاج كلامك تنفذ. وصلى، بص لقى صوت بيكلمه، بص لقى العذراء مريم اهي في الصوره ديت اهي، والانبا ابرام، وده القديس سمعان الخراز اللي تحت ده. بتقول له ايه؟ بتقول له بقى ايه؟ لا تخف يا انبا ابرام، صلواتك ودموعك انت وشعبك قد استجيبت، والرب سينقل هذا الجبل على يد واحد اسمه سمعان الخراز. تخرج من الباب الغربي تلاقيه جاي شايل جره ميه وعينه اليمين مش موجوده. علامات. تمام. عشان ما يشوفش اي واحد بقى ياخد اي واحد. فخرج وشكر ربنا وشكر امنا العذراء وطلع فعلا فتح الباب الغربي، جاء داخل سمعنا الخراز ده جاي من الباب، من الباب كده. قال له تعالى، قال له خلي بالك، قالت له خلي بالك هيهرب منك. فشوف ماسكه ازاي، حطه تحت دراعه وماسكه. وليه يهرب؟ خايف؟ لا هو ما بيحبش يظهر يعني. قديس يعني. قال له تعالى مبارك انت هتقلي الجبل. قال له انا مين؟ قال له، قال له الست العذراء قالت كده السماء بعتتها عشان تقول لنا انت هتقلي الجبل. قال له انا خطيت تشهد على ايه؟ اللي خطيتك دي؟ قال له عيني، عينه اللي هي مش موجوده. قال له ايه موضوع عينك ده؟ اعترف بقى. ولاول مره يعترف. قال انا كنت شغال اسكافي وبصلح حذاء لواحده وقعد قدامي فرفعت رجلها شفت سقها، فتذكرت الايه بتقول عصرتك عينك فاعمل ايه؟ رحت ماسك المخرز ومطلع عيني. قال له بس يا سمعان
عينك ديت عشان تشوف بيها، تاكل بيها، تشتغل بيها، تروح تيجي بيها، ده عينك مش تلاحها بر عين الشهوة تلاح. قال له لو عملتها ببساطة بقى يا سيدنا. قال له طيب، زي ما نفذت الحقيقة حرفيا، ربنا هيستخدمك في نقل الجبل زي ما قالت أمنا العذراء حرفيا. قال له أنا ما أقدرش على كده، وأنا مش أستحملش ده، وأنا وأنا. قال له هي كلمة واحدة ده، وأنا ماسكه بقى مش هسيبه. قال له هنطلع على الجبل دلوقتي. قال له طب لو سمحت أقف وراك، محدش يعرف عني حاجة خالص. وطبعا كان الميعاد مع المعز في اليوم ده التالت يوم. طلع المعز والوزراء والأحشية بتاعته، والبابا طلع ومعاه سمعان الخراز وراه، واقف وراه، والأساقفة والكهنة وكده يعني. فكانوا قبل ما يروحوا صلوا قداس بدري، وراحوا عند الجبل. قال له بس انت تقف قدامي قدست البابا وهتشوف اللي ربنا هيتمجد. راحوا ساجدين كده يلسون يا رب ارحم، ورفعوا راسهم قالوا سير يا مبارك. الجبل طلع لفوق والشمس بقت من تحت، مشوا شويه مشوا قدام، نزل تاني كده يلسون يا رب ارحم، الجبل طلع والشمس بقت من تحت. تالت مره صرخ المعز، اترفع الجبل تالت مره بقى، الجبل بيتحرك بقت زلزال. قال وقف يا مولانا، لقد خليقة الله هلكت، وقف وقف وقف. ومن هنا سموه المقطم لأنه تقطم 3 مرات. المغارة بقى، يعني المغارة بقى اللي قرروا ان هم هيبنوا عليها وهيبنوا حواليها، او زي ما حضرتك قلت كده ان هو كلها حفر في الجبل. لا هو في موضوع اللي هو سمعان الخراز مشي هرب وراح عاش في مصر القديمة. هرب ليه؟ ما هو مش عايز مجد هو مش عايز اي حاجة تخليه خالص يتغر او خالص. الناس تروح له تتبارك بيه. بالظبط كده يعني. في قول بيقول ان هو دخل مغارة بيسموه مغاوري يتعبد فيها. لا ده دخل معناه انه يعني انتحر. لا هو هرب من مجد الباطل، مجد الناس، وراح قعد في مصر القديمة. تمام. بس والتاريخ بيقول انه دفنوا بجوار مقبرته 2 من البطاركه في ريح مقبره القديس سمعان. فده كان تاريخ نقل الجبل. بالنسبه لهنا بقى، احنا جينا هنا او انا جيت هنا بدعوه الهيه مش من مزاجي يعني. كان في واحد من الزبائن بيجي ياخد الزباله من عندي من شبرا، و كلمته ازاي يعيش حياة التوبة، وصليت معاه. ما كنتش قسيس طبعا، كنت شاب عادي يعني خادم. وابتدى فعلا الشاب ده يدعوني بعد كده يقول لي تعالى كلم الناس عن التوبة وعن المسيح وكده. كل شوية كل ما يقابلني في الشارع على في طالع على السلم رايح جاي اقول له حاضر يا قديس انا مش فاضي وما عنديش وقت. لحد ما استمر من 72 ل 74، سنتين يدعين. القديس ده منتظرني، ودخلنا في وسط بقى المنشيه ناصر ديت لحد ما وصلنا هنا. قابلوني الناس وقعدوني، ما كانش في كرسي نقعد عليه، ولا كان في طريق، ولا كان في ميه، ولا كان في كهرباء.
جابوا لي حته صخره كده صغيره حجر وحطوا عليها كرتونه وقعدت. ومن هنا بدات الخدمه. قالوا لي لا، قلت لهم عايزين مكان اصلي فيه اشوف ربنا عايز ايه. انا ما بخدمش اي حاجه واروح اي مكان الا اشوف ربنا عايز ايه. فطلعوني الارض اللي كانوا مسمينها المغاره في هذا الوقت، اللي هي المكان اللي دي دلوقتي. جيت يوم الاحد الصبح بعد كده طلعت وطلعوني فوق، لقيت فجوه كده اهوت. قعدت اصلي تحتها 3 اسابيع، 3 اسابيع وانا بصلي. كل اسبوع اجي اصلي يوم الاحد الصبح بدري واخر نهار امشي اقول له يا رب انت عايز مني ايه، ارشدني فهمني انا مش عارف حاجه. في 3 اسبوع يوم حد برضو في 24 مارس 74 بصلي، حصل عاصفة جبارة جدا. أنا ساجد بصلي عاصفة جبارة جدا جدا، وتعرفين ورق الزبالة هنا مال المكان كله زبالة، وراحت ورقة وقع قدامي ببص فيها. كل الكلام ده في الكتاب ده على فكرة، ببص فيها الكتاب ده فيه تفاصيل وفيه قصص والحكايات الحرف الواحد والتاريخ كله موجود كله. فيه. وتاني حاجة أقول، التاريخ ده ما يخصش الأقباط بس، يخص كل المصريين، لأنه ده مكان في قلب مصر، فلازم كلنا نيجي نزور الدير. المهم الورقة كان فيها ايه بقى؟ ورقة واعمل عاصفة قدامي من إنجيل متى صغيرة، ورقة صغيرة من الإنجيل متنية على الآية. فقال الرب لبولس بالليل برؤية في الليل: لا تخف، تكلم ولا تسكت، لا يقع بك أحد ليؤذيك، لأني أنا معك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. زي بيقول قدس بابا شنو الله ينح نفسه لما شاف الورقة ورحت له قال دي مش ورقة، دي فرمان سماوي. وهنا بدأنا بقى في الخدمة في هذا المكان بعد كده. وشوية شوية ربنا الدولة دخلت لنا النور. حكاية ال2.5 مليون حجر اللي اتنقلوا من الناس بقى، اهل المنطقة هنا هم اللي نقلوا الحجر ده. لا، هي الكنيسة الكبيرة كما كان في مكانها في حجارة كتير صخور. فكانت بتيجي شركات الحياة تقول لي عايزين ناخد راتش عشان يرصفوا بيه، وقالوا خدوا. فكانوا تقوم تاخدوا من المكان ده. ليه بقى؟ لأن قداسة البابا جه وقف في المكان ده ومسك العصايه وقعد يتامل، قال بابا شنو ده؟ فطبعا وقوفوا في المكان ده في اي بركه، وكل مكان تدوسوا بطون اقدامكم لكم اعطيته. فقعد يتامل دقايق وهو ماسك العصايه وعمال كده يتفرج على الصخره الكبيره المغاره والجمال بتاعها وكده. بقت الشركات تيجي تشيل حجاره ويجيبوا بتاع ده اللوادر ويكسروا في الحجار، خدوا دقشهم كله. كم سنه بقى؟ حوالي 7 سنين. طبعا على ما بقت مكان ممتاز جدا، وابتدينا نشتغل فيه بقى ستيب ستيب كده. لما بقى كم كنيسه؟ 6 كنايس موجودين؟ 7 كنايس موجودين. انا بتكلم على الكاتدرائيه الكبيره اللي هي الاساس، اللي هي دي. باقي كده بقى ربنا بقى يشهدنا، دي فيها مكان، فيه ده مغارة، ده لحد ما بقى كل الأماكن اتفتحت وبقت كنايس وقاعات وهكذا. الغريب بقى هنا بقى في كنيسة من الكنايس أو مكان من الأماكن كان فيه لودر شغال بيشيل حجارة، شايل صخرة وقعت.
من الاوضه، راحت فتحت على الارض فتحه. ايه ده، في ايه؟ نزلنا لقينا مكان كنيسه وفيها 3 خوارس زي العهد القديم خالص. و دي من انهي وقت بقى؟ من نفس التاريخ، احنا في 78 76، ده 76. و لا انا قصدي الكنيسه اللي انتوا لقيتوها دي من انهي عصر من العصور؟ مش عارفين حد كان موجود وبيتعبد فيها او بالظبط كده. احنا نقحناها ووضبناها وابتدينا نصلي فيها. مكان تاريخي. بس طب الاماكن، المكان كمان مش بس كده، ده انا سامعه انه في حد بيشتغل الالعاب الهوائيه دي. ماريو، دكتور ماريو. ماريو غريبه ماريو جدا انه انتوا توافقوا انكم تحتضنوه ويعمل حاجه زي كده ويبقى ناس مش بس جايه زيارات. الفنان اللي عمل كل النحت اللي على الجبل هو نفسه اللي نحت التصميمات، جميع الصور وجميع المعجزات بتاع السيد المسيح على الجبل، لانه فنان وابتدى يشتغل وعمل حاجات كتيره قوي، فبقى للدير وضع تاني بمعجزات المسيح وكده. يعني هو بولندي مظبوط؟ بولندي. وايه اللي خلاه يجي المكان هنا؟ ما انا هو كان جه زارني وبيقول لي انا عايز اعمل لك صوره فيها سمعان الخراز وكده والعدرا. وقلت له لا، انا عايز، احنا مش عايزك تطول صور، احنا عايزينك تنحت. انا ما اعرفش، ماليش فيه. انا مش معقوله ما يعرفش. انا ميكانيكا. كان بيشتغل في رود الفرج، معهد بتاع بيسموه ايه، ليه علاقه بالميكانيكا والهندسه. بالظبط، فكان هو مدرس فيه. كويس. قال انا ماليش في المواضيع دي، لا ما اعرفش من ناحيه. قلت له هتشتغل وربنا هيرشدك تعمل ايه في كل صوره اهو وكل منظر اقوله لك. مش معقوله. فقال حضرتك حسيت الاحساس ده منين، ان هو عنده من عند الله؟ ربنا اللي بيقود. في عندنا ايه بتقول؟ الروح اولاد الله ينقادون بروح الله. فالمهم اشتغل فعلا. جه اشتغل. كان عندي واحد بيرسم لازم المسيح في القاعه اللي هتشوفوها جوه هناك، والقديس سمعان في اما، والمسيح بيقول تعالوا الي يا جماعه المتعبين يستريحون ريحكم، وكل من يقبل الي لا اخرجه خارجه. كان في عندي واحد مصري برضه نحت، بس قعد في صوره المسيح ديت يمكن شهور، وطلع ايديه صغيره وبطنه كبيره، مش لا 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 خالص. قلت المره شايف الصوره ديت مش عجباني، فصلحها نمره واحد. كويس. هو بقى اشتغل مش بايده، جاب بقى الات عشان يخلص بسرعه. دي وبسرعه جدا مجد ربنا عمل صدد وعمل صوره بقى للجبل. المعز لا فوق هتشوفوها. المعز اللي جنب لها الفاطمي هو حاضر نقل الجبل. وهو راكب حصان ومعاه الشعب بتاعه والبابا وسمعنا الخراز وراه والشعب بتاعنا. وبعدين بيقول له بقى كده يسون الجبل اتنقل والشمس باينه. ديت حوالي 21 شخص خلصها في كام يوم؟ 17 يوم. مش معقوله. إيه دوكا قعد شهور عشان يعمل صوره للمسيح سيد المسيح. وطلعت طبعا وربنا بقى اداله بقى واشتغل في كل باقي الجبل. كويس جدا. طبعا والالعاب اللي بيعملها دي العاب خطر جدا، وربنا حامي المكان وحامي الناس اللي بتحضر كمان. او طبعا تاكيد، لان دي حاجه بيجري على سلك طاير. في 3 ليفل وحاجات يعني 3 مرتفعات. بالظبط. لكن بيجي ناس كتير علشان كل الجامعات تقريبا تيجي وكل المدارس اللي في مصر بتيجي وبيلعبوا عليها.
الأجانب بقى اللي بيجوا هنا، في عدد من الأجانب بيجوا؟ الأجانب يعني أنت هتشوف دلوقتي أعداد كبيرة. طيب. لأن الدير بقى بالظبط زي المتاحف والأهرامات والحاجات دي كلها، وخصوصا إن هو فيه إيه القلعة، فاللي بيجي هنا بيجي هنا. فبقى مشهور جدا. هو المشكلة دلوقتي إن إحنا عشان يدخلوا السياح طبعا في المكان ده، احنا بنيجي مع الكمامة طبعا. على فكرة الناس ديت صحيح اسمهم بيقولوا عليهم زبالين، لكن لا مش اسمهم كده، اسمهم منظفين. واللي في البلد اللي بيحطوا الزبالة هم الزبالين. انا بزبل وانت صح، عندك حق، احنا اللي بنبهدل الدنيا، لكن هم بيجوا ينظفوا مكاننا. هم ما نعرفش نعيش من غيرهم على فكره. طبعا منظفين بقى، لازم الحكايه تتعدل يعني. ايوه صحيح. المهم احنا، انا والله مع اولادي كنت اقول لهم افتحوا الرجل النظافه زمان يعني، طبعا. بس دلوقتي بقى ما بقيناش نشوفه يعني كتير، لكن كنت اقول لهم افتحوا رجل النظافه على اساس هو ده فعلا اللي بينظف لنا يعني. صحيح. قعدنا ندرس طرق كتير للدير، ففعلا عملنا كذا رسم من فوطة من على الدير على طول. جت اعمار خدت المكان، اشتريته من الدولة واتلغى المشروع ده مرة واتنين. اخيرا قعدنا نفكر نعمل ايه، فجبنا طبعا مكاتب استشارية وعملوا دراسة نفق. وانت بعد المدخل هنا بكيلو، فكره كويسه قوي. تدخلي 300 متر 400 متر فقط، يا 300 يعني في مسارين 300 او 400، والنفق ده يتعمل والناس تدخل منه، الاجانب والضيوف، تبقى حاجه مشرفه لمصر. كويس جدا. وحاجه ممتازه. و 400 متر كده. طبعا بعتنا لسياده الرئيس، وبعتنا رئيس الوزراء بعت جواب للمحافظ قال له اعملوا دراسه. طيب. فعلا قمنا وعملوا الدراسه وقدموها، وحاليا قدام رئيس الوزراء بقى لها اسبوعين ومنتظرين رد. طبعا المبلغ كبير، لك احنا مش قد كده ومش بنعرفش ده بقى يعني، عايزين كذا مليون يعني. لان دراسه طبعا ده بس ممكن يتعمل، مش صعب، لانه فعلا الناس بتعدي بس حته صغيره كده من عند القلعه يروح بعد الطريق من طلع المقطم. تلاقي على الشمال كده مغارتين كبار قوي. كويس. ودول هيدخل منهم. كويس. وسهل قوي، لان طبعا يعني في حيز التنفيذ انه ممكن فعلا نلاقيه بيتنفذ. منتظرين بقى التنفيذ. احنا دلوقتي خلصت الدراسات وكل حاجه انتهت ان شاء الله. ان شاء الله. فاحنا دلوقتي عايزين الدوله بقى، ربنا الرئيس اللي عمل اعمال عظيمه. الانفاق والكباري وريحه الآية المقدسه دينا بنشتغل عليها المفروض فيها. بالظبط بالظبط. فده اعتقد مكان رائع. ويعني يبقى الطريق ده ما فيش، هي بالظبط 300 متر يكون داخل الدير. فيا ربنا يسهل، ورئيس الوزراء بقى يبعت والرئيس يتابعوا الموضوع، لان ده مشروع مهم جدا. جدا جدا. طبعا. وخاصة المكان احنا ممكن نكون فعلا مش عارفين نستمتع بيه قوي، لانه بنضطر ندخل في حتت صعبة والعربية صعب انها تدخل. صعب. طب احكي لي ايه تاني، لان انا عارفه ان في حصل وقت مجاعه قبل بقى العصر الفاطمي، وقت حصل فيه مجاعات برضو، دي من ضمن القصص اللي موجوده في الكتاب. في المجاعه دي ايه اللي حصل بالظبط؟ حاجه طبيعيه يعني، ان حصل مجاعه. انت ايه قريت الكتاب بقى؟ لا انا بصيت كده بسرعه. بس موجود كمان على النت كتير قصص. على فكره كان يدرس هذا نقل الجبل في سنه 62 في كليه اداب قسم تاريخ. طيب. وكان يدرس سته ابتدائي. وبعدين شالوه من المنهج. وبعدين حرم مبارك، رئيس مبارك كتبت عنه في كتاب عنها في التاريخ. كويس. كويس.
احنا طبعا ربنا بيعيد التاريخ تاني. علشان عايزين نقول ان احنا طول عمرنا كنا بنحب بعض، طول عمرنا ما كانش في بينا اي محاولة كده للفرقة. فدي من ضمن الحاجات، انك انت لما تيجي تطمس حتت او تبعد حتت من التاريخ، يبقى معناه ان انت عندك بقى اهداف انا اخرى. شخصيا من بلد دقهلية اسمها ميت يعيش، كان في ريح بيتي، احنا كنا اول بيت في البلد فيه مسيحيين ومسلمين، بيت احنا اول بيت من المسيحيين، وفي ريحنا الشيخ طه شيخ الجامع، وكان في محبة وإخوة وترابط، ومفيش الكلام ده خالص 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 طبعا خالص كله خالص. واحد. طبعا يعني ربنا يبارك الرئيس والمسؤولين دلوقتي، نرجع كما كنا، مصر الحقيقة اللي هي بتحتضن مسيحي ومسلم ويهودي كله. ده انا مصر عايزه اقول انه الصحف العالميه وكالات الانباء العالميه عاملين برواز كبير جدا لاهتمام الرئيس، انه كل سنه لازم يحضر في الكاتدرائيه والعيد المجيد ويبقى بالظبط بيشارك بالظبط المسيحيين. فده عامل صدى كمان كبير بره، انه ما تقولوش بقى انه المسلمين ما بيحبوش المسيحيين، اهو يعني ده على حاجه طبعا. وكمان بتدي صدى جيد قوي. الرحلة المقدسة دي تعمل عمل كبير أوي 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 أوي، ومهتمين بيها دلوقتي، ضابط الطرق وضابط حاجات كده أوي، إذا كان في أديورة أو إذا كانت في العدرا في المطرية، كل ده حاجات تاريخ. طب ما قلتليش المجاعة بقى، ايه اللي حصل في وقت المجاعة؟ كان حصل مجاعة في قبل الوقت ده، قبل الفاطمي، قبل العصر الفاطمي. وربنا كانت في ناس بتموت من المجاعة، لكن الحمد لله يعني ربنا ما بيسيبش ولاده، وبقت مصر تاني رجعت تاني كما كانت. تمام، انا بشكرك وانا سعيدة باللقاء ده. تاريخي عشان نشوف مكان قديم جدا حصل فيه معجزات. لا، فيه معجزات كتير، ومن ضمن المعجزات المكان ماريو معجزة. ليه؟ لان هو غير حياته خالص، وغير الحاجات اللي دارسها، وفجأة بقى فنان، وفنان كبير بيعمل حاجات صعبة جدا. ماريو من بولندا، وهيكلمنا النهاردة وهنستضيفه النهاردة ونتكلم بقى بالتفاصيل بيعمل ايه هنا. ازيك يا ماريو؟ اهلا وسهلا. اولا انت معجزة انك تتكلم مصري بلكنة مصري، دي معجزة لوحدها. مش متأكد بس لا، احنا متأكدين لان المصري زمن صعب. هنا انا من زنزال 92 هنا، انت يعني من ساعة 92 هنا. يعني حقي اتكلم عربي. بس زي انت بتقولي، ماريو مش موجزة، ماريو ده موجزة، ده ربنا هنا، احنا بنتفرج هنا على شغل ربنا، على عمله، ونحاول انه المكان ده يشتغل روحيا، رياضيا، سياحيا، الحمد لله يشتغل. ابونا سمعان ما شافك انت كنت جاي عادي جدا، وبعدين قال لك لا انت هتصلح لنا الايقونات اللي موجوده او الرسومات اللي موجوده، وعايزك تحفري في الجبل. وفعلا عملت شويه حاجات، وانت اصلا دارس فن او دارس نحت. ما مشكله انه في موجزه بتاعنا ده ابونا سمعان نفسه هو بيطلب حاجه من الناس لازم ما عندوش علاقه فيهم خالص، رسالة ماشي. هو حاسس بروح، هو اونلاين من مع ربنا كده، بيطلب مننا حاجات مفاجاه. انا عمري ما شغلتش في هاجر، قلت له ابونا ما عمري ما شغلتش في هاجر، وابونا بيقول ماريو جرب، وانا دلوقتي 25 سنه ولسه بجرب، وكله ده فكره يعني. طبعا في اول ما كنتش عارف هو بالظبط عايز ايه، رجل روحاني طبعا عنده رؤيه مختلفه، وانا انسان ضعيف يعني بكسر في جبل بس. لكن هو هدني مره كده لفه في الدير وبيقول بص ماريو شايف كل جبل ده؟ انا شايف يا ابونا. طب ايه، عايزين نعمل اوبن بايبل، يعني انجيل بنفسه بيحكي لناس من الدنيا كلها عن شغل سيدنا المسيح. وطبعا احنا دلوقتي في وسط مدينه،
منشيد نصر دلوقتي في زمان في الستينات سبعينات كان في خارج مدينة، دلوقتي احنا في وسط بلد يعتبر. واكتر حاجة في مصر عندنا شباب لازم نعملهم حاجة، طبعا نعمل عملناهم لعب هوائية زي زيب لاين، لو روبس، هاي روبس، كلايمينج. طبعا الشباب يجي من كل الدنيا. انت درست الرياضة دي؟ درست ازاي تشتغل فيها؟ ازاي تعمل ليفلز ثلاثة؟ دي موهبة. دي موهبة. دي انا من انا صغير كل اجازات في بولندا كل وقت فاضي دايما كنت في جبال. بعد كده طبعا لما اشتغلنا في مكان ده كنا لازم نعمل شوية سيرتيفيكات عن شهادات شهادات بتاع ريسكيو مان انستركتور لاين بارك. الحمد لله عندي رجال عندهم سيرتيفيكات دول برضه. انا شايفة بنات، البنات مش خايفين. انت عملت لهم ايه عشان يبقوا على الارتفاعات دي وما حدش خايف خالص؟ اوكي، بنات مش خايفين بس اولاد خايفين شوية عشان تشوفوا يعني. لكن انا شايفة انه واضح ان هم متأمنين كويس قوي، بحيث انه عارفين كويس قوي انه ان شاء الله ينزلوا. طبعا احنا ماشيين هنا في قانون بتاع هاي روبس على قانون اوروبي. قانون سيفتي اوروبي يعني كل حاجه تقريبا عندك دبل سيفتي. اوكي، وعلى خوف كلموهم انتم بنفسكم هتشوفوا شباب بيحكي عن اللاب بتاعنا احسن مني. يا شباب شفتكم وانتوا بتعملوا الالعاب دي، ايه الشجاعه دي؟ انا خايفه وانا واقفه تحت، انتوا يعني عندكم شجاعه كبيره. شكرا. هو يعني لما بتشوفيها من بعيد بتكون يعني زي لا يخوف. لكن قريب لا. لما قريب بيكون احساس هوا كده وبروده. بيكون حلوه. انت اول مره تيجي هنا؟ وانت انا قبل كده؟ وعجبك الموضوع؟ انا شايفه في ناس يعني ابدعت يعني اللعبه دي بتخوف شويه واللعبه دي يعني ما بتخوفش قوي قوي. يعني الواحد يتمرن الحاجات البسيطه وبعد كده يعمل الحاجات الصعبه. هو دي بس بتخوف شويه ساعات عشان مثلا بتاعه تتهز كده، بس حلوه قوي. شفت ناس بترفع رجليها لفوق، البنات بيقولوا لي، سمعت ان البنات اشجع كتير قوي من الولاد. اللعبه دي يعني بجد. وشفت ابس اند داونز ايه بقى ازاي يعني؟ بيحطوا حبل زي ده وبعديها بيخلوكي بتشقلبي زي ما انت رجليكي فوق وراسك تحت، شجعي ضهرك وبعدها ترفعي رجليكي فبتكوني مرعبه. عيد ميلاد مين بقى؟ عاليه. عاليه هي عيد ميلادها النهارده. عندكم كام سنه اصلا؟ 11 وهي هتم 12. طب كويس. عملتوا لها وجيتوا قررتوا انكم تحتفلوا بالعيد ميلاد بشكل مختلف؟ بقى اللي هو الحاجات بتاعه التورته والحاجات دي، انتوا جايين تلعبوا يعني تنبسطوا. طب كويس. انت عندك كام سنه؟ 12. انت جاي العاليه برضو؟ ايه بقى قول لي، انت حبيت الرياضه، ايه اكتر حاجه خلاك تحب المكان هنا؟ دي اول مره اجي زيب لاين بس هي حلوه. عجبتك؟ كنت شجاعه ولا ايه؟ زيب لاين بجد حلوه. لا بس انا اول كنت خايفه في الزيب لاين، كنت خايفه جدا. بعدي اول لما دخلت لقيت الناس بسرعه جدا ففتحت عيني. عجبتك؟ تحفه.